احنا كنعيشوا لمن؟ طبعا يعني سهل نقولوا كنعيشوا للآخرة، يصحح عقيدته في الآخرة المؤمنون من هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مؤمنين، عندهم واحد الطبيعة يمكن نسميها طبيعة أخروية. الناس ماشي ديول الدنيا، ديول الآخرة، يبنون الدار الآخرة، كيبنوا الدار ولكن الدار ديال الآخرة. وسبقت الإشارة إلى هذا، أن الإنسان اللي كيبني الدار كيبني الدار كيما الدار اللي يبني في الدنيا. الدار يعني الناس معروف يعني هذه الحكمة العجيبة، أن اللي يعني تبلى بالبني كيمشي كله، يعني الفكر دياله والأعصاب دياله ينعس ويفكر في البني ويصبح ويفكر في البني. يعني البني صعيب جدا فعلا، واللي مجربينه وعارفينه، فكيرفد كيخطف كيخطف الهم الكلي ديال الإنسان، يعني الحياة ديالو كتولي الدور كلها على ديك البناية اللي كيبني، دار أو فيلا أو عمارة، إلا كيبني شي حاجة كتديه كتبتلعو. هكذا كانوا الصحابة، ولكن كانوا كيبنيو فعلا، إنما يبنون الدار الآخرة، كتديهم في خطرة، مشغول ما عندوش الوقت باش يحك راسو كيبني الدار الآخرة. هذه العقيدة كلما توغل فيها العبد، كلما نجا من مرض العجلية، الدواء ديال العجلية أنه تبدأ تشوف في الدار ديالك في الآخرة حقيقة. ما يعني الإنسان كيفكر في الدنيا في القطعة ديال الأرض يبنيها وكيفاش يدير ليها ويخمم، اللي مازال ما عندوش كيفكر واللي عنده كيفكر يوسع، وكل واحد والفكرة ديالو حول الدار ديال الدنيا. ولكن عيب حقيقة أن الإنسان ما يفكرش كيفاش يمكن تكون الدار ديالو ديال الآخرة. أولا فين كاينة؟ واش في هذه الجهة ولا في جهة أخرى؟ نعوذ بالله من الأخرى. أم أنها في جهة أهل الإيمان؟ إذا كانت في جهة أهل الإيمان، ما موقعها؟ واش في السفلي ولا الفوقي؟ وفعلا لأن الدار الآخرة التي هي الحيوان، يعني الحياة الجميلة السعيدة المديدة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ولكن يعني ما كاينش ولكن، ولكن أحب الاستدراك لأنه مقصود في المعنى، ومن باب التفسير، لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان أي الحياة الحقيقية الطبيعية المديدة التي لا تنقضي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي بأنه المنازل، المنازل ديال الآخرة يعني يعني الطبقات، طبقات ديال الجنة، منازل كتسمى المنازل، يعني بعد ما بين بعضها ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث صحيح عجيب جدا وجميل، يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء، إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تقريبا هذه الصيغة. يعني ملي تشوف ديك النجمة الدرية في الضية كتبرق طلع في السماء بشكل متفرد معزول وقوي في واحد القنت في السماء، كتشوف بينك وبينها ملايين كما يعبرون اليوم السنوات الضوئية بعيدة ما شاء الله، راه هكذاك المنازل ديال الجنة. تبدا تشوف واحد النجمة بعيدة بعيدة بعيدة، ولكن كتبرق كتبرق، شنو هذاك؟ القصر ديال سيدنا عمر، بينك وبينه ما شاء الله. اش هو الفرق؟ فارق العمل، واحد دار الفينيسيو واحد ما دارهاش، راه يعني حقيقة على قدر الهم ديالك بالدار الآخرة تكون منزلتك ويكون مسكنك ويكون مسكنك منها. وفعلا المؤمن لما يجعل هذا هم من الهموم الأساسية ديال الدين ديالو ديال الحياة ديالو، يبني الدار الآخرة فعلا، حقيقة يدوز عليه النار وما قدم الدار الآخرة والو، إذا ما مهتمش ما كيبنيش ما مبليش بالبني. وأصحاب رسول الله كانت فعلا اهتماماتهم انشغالتهم ببناء تلك الدار. واحد الخطرة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وكانت المجاعة صابوا المسلمين بالمجاعة، كتسمى عام الرمادة، واحد العام كان نتيجة ديال سنوات ديال القحط، ما كانت شتاء وجعوا المسلمين وكان قحط وجفاف، وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه شدته الصفورة، بدأ يصفر بالجوع كيكلش وهو رئيس الدولة أمير المؤمنين،
بعض الصحابة قالوا دي من باب المصلحة خصنا نصحوه، مش معقول هو كيسير مصالح الأمة خصو ياكل باش يقوى، لأنه يعني فعلا معقول زعما المنطق هو هذا، خصو ياكل باش باش قد يسير هذه الأمة هذه، خصو يتهلا في راسه. وقالوا هاليه فتاب السماء وقال رضي الله عنه وأرضاه، كيقول هل سيدنا عمر بن العاص، لأن عمر بن العاص هو اللي نصحوا هذه النصيحة، كيقول له أرأيتني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزى فتنتفى فتنقع في الماء وتنضج؟ واش يسحب لك زعما أنا ما عارف شيء وما قدر شيء باش نعطي أمر الخدم وينوضوا؟ يعني هو ما كانش عنده خدم رضي الله عنه، ولكن يعني إلا بغى يديرها يديرها بيده، لأن الدنيا جاته ورفضها، ويدير يعني يذبحوا جدي صغير، هذه راه وصفه يعني ديال الطبخ، هذوك اللي يديروا الوصفات ديال الطبخ كيقدمها سيدنا عمر، وغادي يقولها له الاخر عمر بن العاص يقولها له من بعد، يعني يشدوا جدي ويذبحوه وينتفوا له الزغب ديالو ويطبخوه في وسط الماء عادي، صوبوا وصفه ديال 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 الطبخ كانت عند العرب في الجاهليه، وتعطي واحد لذة عجيبة جدا في الطعام كما هو جدي كيتطبخ صغير. قال له عمر بن العاص أراك بلذيذ الطعام خبيرة، يعني راك تعرف سميتو، ولكن رد عليه سيدنا عمر قال له ولكننا نخشى. منين خايف؟ خايف نخشى أن يقال لنا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، يعني انت راك تخلصت في الدنيا، بنيت الدنيا هنا ما عندكش، رغم أنه إنما تحدث عن الحلال الطيب ما كانش يتحدث عن الحرام، ولكن بشدة رضي الله عنه وأرضاه بشدة انشغاله ببناء دار الآخرة لم يعد يجد وقتا للتفكير في دنياه. معلوم جدا أن المؤمن حقيقة ينبغي أن يكون متوازنا، وإن لبدنك عليك حقا وإن، ولكن هذا كان في حياة سيدنا عمر استثناء، لأنه كان عم الجوع، قال كما المسلمين جيعانين حتى أنا نجوع، علاش انا نشبعهم جيعاني، بغيت تقد معهم. وتلك حكمه يحمد عليها رحمه الله عليه ورضي عنه وارضاه. فالشاهد عندنا ان اولئك القوم كان قلبهم متعلقا ببناء الدار، كيبنيوا الدار، ولكن الدار لهيه يبنونها، وما بناء دور الدنيا الا لتكون سلما لبناء الدار الاخره. يعني كانوا كيبنيوا الدور الدنيا، ولكن بحال هذاك الصوير ولا ذاك الطوب اللي كيدير البناي باش كيطلع عليه ويتعلى الحيط، الحيط الحقيقي ديال الاخره، يعني هذيك هذاك الرافعه دابا يديروا الحديد ولا يديروا شي حاجه باش كيتعلى عليه، هي انما هي وسيله بحال السلم، انما هي وسيله كتبنيها، ولكن باش غير باش تعلى، باش تعلى باش تبني السور الكبير ديال الاخره. فلا بد من بناء دار الدنيا، ولكن من اجل بناء دار الاخره. اما بناء دار الدنيا من اجل ان يقبع بها العبد، اذن فقد أهلك نفسه، أهلك نفسه.